لماذا تهتم جامعة الكفيل؟ بالجانب العلمي فقط؟ الجواب لا، الجامعة تهتم بجوانب متعددة كالجانب المهني والإبداعي لدى الطلبة من خلال تعزيز الثقة، دعم المواهب، تنمية المهارات. سماحة السيد علي السيستاني، كصرح هنا أوصل رسالة أو فكرة أنه من قلب العراق، أنه قلب العراق هو سماحة السيد علي السيستاني. شاركت اليوم بمهرجان جامعة الكفيل، واللوحة عبارة عن خط النسخ وخط الثلث. السلام عليك زين العابدين. طبعا مبادرة كلش لطيفة من جامعة الكفيل أنه يسوون هيك بازار خيري للأعمال الخيرية، وأكيد يعني هو نص المبلغ راح يكون للأيتام، فهي مبادرة كلش لطيفة من عندهم. طبعا هنا نلقينا هواي كتب وروايات وتنمية بشرية، فهذا شيء كلش لطيف للطلاب الجامعيين، لأنه احنا نحتاج هيك شغلات، نحتاج هيك بازارات، نحتاج هيك ورشات، يعني تنمينا احنا كطلاب، لأنه الطالب الجامعي ما يحتاج فقط دراسة كجامعة، يحتاج ثقافة ووعي. فكلش لطيف من مبادرة من جامعة الكفيل، عاشت ايدهم. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.